ايه يا ابني انت وهو ده؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ ازاي تستاجروا تصطادوا من البحيره بتاعتي؟ احنا مش بنصطاد ولا حاجه يا قائد، وبعدين اللي احنا بنصطاده بنرجعه تاني. احنا زهقنا يا قائد، زهقنا وبنسلي نفسنا باي حاجه كده لحد ما ام الهدنه دي تخلص ونرجع نحارب تاني. مستعجل قوي على الحرب يا روح خالتك؟ بصراحه بقى يا زعامه، ادينا انت بس الامر وانا جايب لك راس القياده بتاعتهم هنا نلعب بيها الكوره. الله 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 الله، في ايه يا رجاله انتوا سخنتوا ليه كده؟ اصطادوا اصطادوا، الصيد برضه بيعلم الصبر. هي بس فتره الهدنه دي تخلص بس، ولحد ما تخلص محدش يجيب لي سيره الحرب ولا القاعده بتاعتهم. اصطادوا، ولو طلعتوا حاجه مبطرخه شيلها لي على جنب. هنا يا زعامة. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ وايه اللي بتعمليه في المرتبه ده؟ انت بتنفضيها ولا بتعذبيها؟ في ايه يا نوح؟ وانا جيت جنبك اصلا بنفض المرتبه على فكره. وحبك انت تنفضيها وانا نايم؟ ما عندك اليوم طويل. يوم ايه ده اللي طويل؟ انا عمري في حياتي ما شفت حد بينام لحد دلوقتي على فكره. طبعا ما انت طول الوقت مرمي مع اصحابك بتشرب شاي وبتلعب كوتشينه. هو يوم فين من اوله؟ مالها بقى اصحابي يا ست نيفيهان؟ هتغيري منهم دول كمان؟ لا هو انا اكيد مش هغير من الاشكال دي يا نوح، بس زي ما انت من حقك تشوف اصحابك انا كمان من حقي اشوف اصحابي على فكره. روحوا بك مين ان شاء الله اللي عايزه تشوفيهم؟ جيرمين ونرمين وهانا ودانا وميليندا ومارينا وهاسياندا. ايه ده؟ ايه الاسامي دي؟ ايه اللي مارينا وميليندا وهاسياندا؟ انت مصاحبه شواطئ؟ اسمها لها اسامي اصحابك يا حبيبي. اسامي اصحابي؟ انت هتقارني اصحابك البيئه باصحابي؟ مالها اسامي اصحابي؟ كرع وفخدون وبيضون وسلكه ومحمح وشرد. ايه الاسامي دي صحيح؟ طب على فكره بقى يا نوح، انا هخلص تنظيف الاوضه وهروح على المعسكر اقعد مع البنات. ده عند ام زينات. قلت لك قبل كده يا نيفيهان، الست المحترمه ملهاش غير بيت جوزها. والراجل المحترم ملوش غير بيت جوزته. لا دي من اختراعك دي، هاسياندا صاحبتك اللي قالتها. وبعدين انت هتقارني نفسك بيا؟ اقارن نفسي بيك؟ انت عندك مثلا دراع اكتر مني او حاجه؟ لا هو انت اللي عندك لسان اكتر مني او حاجه، وهقطعه لك على فكره يا نيفيهان. حافظي على بيت جوزك يا اختي، ها؟ واحمدي ربنا قوي اني موافق اتجوز واحده ما بتعرفش تطبخ. انت بتعايرني يا نوح؟ بعايرك. انت اللي اتعلمت اعمل فراخ عشانك. حوش حوش الفراخ. فراخ ايه يا ام فراخ اللي اتعلمتيها؟ الفراخ اللي بتحمريها بريشها؟ ولا الملوخيه اللي بتطبخيها بعيدانها؟ دي ملوخيه؟ على فكره العيدان دي اكتر حاجه هيلثي. يا شيخه بقى يا شيخه، ده انا شايل في معدتي وساكت. نفضي المخده، انا مش جاي تاني. هو أنا يعني المفروض أعرف منين الريش بيتشال؟